بيتر دانت أصدل الستار على الدورة الرابعة لمهرجان تسكيوين المنظم تحت شعار تسكيوين دعامة وتحصين الهوية وصون للذاكرة. حفل اختتام هذه الدورة تميز بمشاركة فرقة مميزة منها فرقة إثران منتاكا ومجموعة تيفاو أزليدا بالإضافة إلى مجموعة أحواش أولوز ورقصة أمازيغية ذكورية ذات طابع حربي قدمتها مجموعة من الفرق التي تهتم بهذا الفن التراثي من مختلف أنحاء المملكة في أجواء بهجة تفاعل معها الجمهور الحاضر. تسكيوين كتعني لينا شي حاجة اللي هي مزيانة، يعني كتعلمنا شنو هو الفن وشنو هو التراث وشنو هو شنو كيديروا الناس اللي قدام الجداد ديالنا. دورة هذه السنة عرفت مشاركة 15 فرقة فنية ممارسة لرقصة تسكيوين من مختلف أقاليم المملكة، كما تميزت بتنظيم لوحة فنية تضم مجموعة من فرق تسكيوين، ما خلق جمالية مزجت بين جميع الفرق في منصة واحدة.